ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا البروفيسور بشارة بشارات، المسؤول الطبي المسؤول الصحي في وزارة الصحة عن المجتمع العربي. مساء الخير بروفيسور. بداية، يعني هل نستطيع أن نقول بأن كورونا عادت من جديد بعد أن ظننا بأنها من ورائنا، أم أنها كانت كل الوقت يعني بيننا؟ لا، هي كانت كل الوقت بيننا يعني، ولا يوم كان فيش عندنا حل. عدد الحالات كان حسب عدد الفحوصات اللي بتنعمل، ولكن واضح انه كان في تراجع في الكورونا بشكل كبير، يعني من 700 حالة في اليوم وصلنا ل 20 30 حالة، 10 حالات في اليوم. وفي الأيام الأخيرة كان في أكم من بؤرة يعني في البلاد، بالخصوصا في القدس في المدارس. وإذا منشوف أنه أول امبارح كان 100 حالة أو 110 حالة، 60% منهم كانوا في المدرسة، فما بنقدر نقول أنه انتشار في كل البلاد. كان في 3-4 محلات اللي زادت فيها الحالات، وبعدنا يعني 100-110، وتاني يوم كان أقل. فمنقولش أنه إحنا في موجة جديدة، لأنه إحنا الموجة الأولى ما خلصنا منها وكانت معنا، وإنما في شوية تراجع في الانتصار او في نزول الكورونا. وبتامل انه في الايام القريبه ممكن نتعلم اكثر، هل الإشي منتشر في اكثر مدارس في اكثر محلات، ولا هي بؤره صغيره وراح تروح. واضح انه في كان هذاك في الاسبوع الاخير، في اسبوع الحم الحار، لما وزاره الصحه اعلنت انه ممكن او مسموح ما نستعمل الكمامات، فصار في تراخي عند المجتمع كله، كل المجتمع الإسرائيلي العربي واليهودي، من استعمال الكمامات والابتعاد الجسماني، وممكن هذا الإشي كمان سبب. وبرضو لما رجعت المدارس احنا توقعنا انه يكون في تراجع شوي، واذا التراجع محصور في اكم من مدرسة فوضعنا الحمد لله منيح. ولكن منيح التذكير انه هاي الإشي اجى حتى ننتبه انه الكورونا بعدها معنا، بعدها ما راحتش. فاستعمال الكمامات والابتعاد الجسماني والنظافة الإيدين دائما ننظفهم إشي مهم جدا نكمل فيه، حتى ما يبقى ولا حالة أو حتى يكون تطعيم عندنا في البلاد. يعني العودة إلى الوراء بكل ما يتعلق بالتقييدات، ويعني عودة تشديد التقييدات، هل هذا سيناريو مطروح أم أنك تستبعد ذلك يعني؟ لا يعني بتوقع، وانا طبعا يعني كان رايي من البدايه من اول امبارح انه ما نرجع للتقييدات اللي كانت والحجر وكل هاي الاشياء، وانما الالتزام بالتعليمات. يعني الالتزام بالتعليمات هو موجود طول الوقت، ولكن ما التزمنا، تراجعنا شوي، كان في تراخي في التلزيمات. هذا الشيء لازم نشتغل عليه، ومفروض كمان كل اجهزه الدوله والبلديات والسلطات المحليه والقياده المجتمعيه والقياده الطبيه تشتغل مع الناس، تشرح للناس، تقنع الناس أن الكورونا ما راح، موجودة معنا، نبقى مع الحذر، الحذر، الالتزام في التعليمات، الكمام استعمالها بدون تجمهر كثير. ولأنه آخر كم من يوم صرنا نشوف هاي الأشياء إشي عادية. نعم، يعني لنستغل هذه الفرصة ونذكر الجمهور ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها، وخاصة المجتمع العربي، وأن يعني كان هناك كما قلت شعور بأن الكورونا من ورائنا. ما هي الإجراءات التي يجب التقيد بها لتفادي انتشار أوسع للكورونا في المجتمع العربي؟ يعني واضح إنه الاكتظاظ أكثر من 50 أو 100 حسب قرارات وزارة الصحة مفروض نلتزم فيها. ما بصير نعمل أعراس 200-300 واحد في هاي الحالة، اللي بعدها تقييدات ل100 واحد، الابتعاد الجسماني واحد عن الثاني، استعمال الكمامات في كل محل. يعني آخر فترة، آخر الأيام الأخيرة حتى في العيادات بلشت الناس تيجي بدون كمامات في المستشفيات، وهذا غلط. يعني الكورونا ما راحتش، فإحنا كمجتمع نلتزم. وزارة الصحة مفروض تبدأ، وممكن كمان أسبوع أو خلال أسبوع القريب تبدأ في فحوصات الكورونا كفحوصات دم، حتى في صناديق المرضى. لأغلب الناس اللي بيجوا يعملوا فحوصات دم في صناديق المرضى يعملوا فحص للكورونا، هيك بتقدر وزارة الصحة تعرف قديش في ناس حملوا الكورونا، التقوا مع الفيروس الكورونا في الفترة الأخيرة، حتى نعرف قديش انتشار، قديش الناس اللي طعمت بشكل طبيعي. فكل هاي الأشياء مع بعض.
على ذكر الفحوصات، هل ما زالت الفحوصات تجرى بذات الوتيرة كما كان في السابق يعني، أما أننا يعني نشهد عدم إقبال من قبل الناس على إجراء الفحوصات؟ عدم إقبال زي في السابق، يعني اليوم نحكي عن مئات ألاف، في فترة وصلنا ل 15,000 في مجتمعنا العربي. قبل بداية رمضان كان فحوصات ألاف عملناها في المجتمع العربي، فترة رمضان كان شوية تعب وبطلت الناس تعمل فحوصات وقلت الفحوصات، وأنا شايف يعني إنه الجليل كله نظيف، يعني عمليا زي ما قلت أكم من بؤرة، يعني في جد، حورة، كسيفة، القدس، أكم من مدرسة في تل أبيب، هاي المحلات اللي موجود فيها اليوم، وأغلب البلاد ما فيش فيها حالات بالمرة، فما بنقدر نقول إنه الكورونا رجع أو الكورونا زادت، وإنما في أكم من محل اللي بحاجة لانتباه إلهم، ومنيح اللي عملته وزارة المعارف أو الحكومة إنه ما سكرت كل المدارس، وإنما أغلقت فقط المدارس اللي فيها عدد عالي من حاملي فيروس الكورونا، وهدول كلهم صغار وما بنقدر نعتبرهم حتى مرضى كورونا، كل اللي في المدرسة أغلبهم بدون عوارض مرضية في المرة، فأغلبهم يحملون الفيروس ممكن ينقلوه، ولكن المرض اليوم موجود بشكل خفيف، العلامات المرضية خفيفة جدا. يعني يعود الادعاء، وهنا يعني سؤال أخير أود أن أسألك بروفيسور، حول يعني هناك من يقول بأنه يجب علينا أن نتعايش مع الكورونا، وأن يعني حتى لو عادت وازدادت الأرقام ولكن علينا أن نتعايش مع هذا الوضع، وغير ذلك يعني لا يمكننا الاستمرار بالحياة لأن الكورونا موجودة وستبقى يعني. نعم، ولكن مش راحين نرجع للحجر الصحي بتأمل، ولا للتقييدات الكبيرة اللي كانت، راح نعيش مع الكورونا حتى نلاقي تطعيم، على الأغلب نضلنا عايشين مع الكورونا حتى يكون تطعيم للطعام، لأنه كتير بدعوا للكورونا زي الإنفلونزا، أنا بوافق معهم الكورونا زي الإنفلونزا، ولكن الإنفلونزا لها تطعيم، مشان هيك بناخدها بشكل سهل الإنفلونزا، لأنه أغلب الناس بالطعام وخصوصا كبار السن والأمراض والمرضى المزمنين بأخذوا تطعيم الإنفلونزا، فبتعودش تخوف الكورونا لأنه فيش إلا تطعيم، اليوم بعدها بتخوف، مشان هيك إحنا بنتعايش معها في الأشهر القريبة في الأسابيع القريبة حتى نشوف أو بصير تطعيم أو بالفعل بتختفي لحتى تيجي الجولة الثانية، ولكن إحنا بعدنا بالجولة الأولى ونتعايش معها وترجع الحياة تقريبا الطبيعية مع التعايش مع الكورونا والحذر من الكورونا. نعم، البروفيسور بشارة بشارات المسؤول الطبي في وزارة الصحة عن المجتمع العربي، شكرا جزيلا لك. شكرا.